بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى وهبي رئيس المنظمة الوطنية للأعمال التطوعية بلا حدود، المنظمة والمشرفة على مهرجان الأحياء الشعبية في الدورة الأولى والدورة الثانية. بالنسبة لهذا المهرجان المدة ديالو شهر ابتداء من 13/11 إلى غاية 12/12/2021. من بين الشركاء ديالنا كاين جماعة سالا، مقاطعة تبريكت، ومن طبيعة الحال السلطة المحلية اللي مشرفة ومرافقة ديالنا من البداية ديال المشروع. الهدف من هذا المشروع اكتشاف المواهب داخل الأحياء الشعبية وتغيير النظرة الضيقة لبعض الأحياء بالنسبة للسكان ديال الأحياء الشعبية. يعني كاين عندنا بعض الأحياء اللي هي ربما أحياء أراقية عندها واحد النظرة دونية على الأحياء الشعبية. بغينا نغيروا ديك الصورة ديال حي شعبي كبحال مثلا النموذج ديالنا ديال حي الرحمة، من حي الإجرام وحي استهلاك المخدرات إلى حي لإنتاج لاعبين جيدين، فنانين في المجال الفني التشكيلي، كذلك شعراء، وكاينين ادباء، وكاينين اساتذه باحثين. بهذه المناسبه العزيزه وهذه الذكرى العزيزه على جميع المغاربه، كنبغي نهني المسؤولين على هذا المجهود اللي كيقوموا به. كنبغي مهرجان الاحياء الشعبيه. اما هذا المهرجان ديال الاحياء الشعبيه، هذا مهرجان كنتمنى انه يكون سنوي، لانه كي الكفاءات والشباب كيبان فيه كيبانوا فيه. حنايا كفعالين في هذا الميدان وتجربتنا، حتى حنا بدينا المشوار ديالنا في مثل هذه المهرجانات، وفي مثل هذه المهرجانات حتى حنايا لعبنا في الفريق الوطني المغربي. هذا بدايه كانت ماشي نهايه، لانهم معروف في هذه الجمعيات بالاعمال اللي كيقوموا بها ومشكورين. الهدف من هذا الشيء هو ان الشباب هو ما ينحرفش، الانحراف هو الهدف الاساسي، عدم الانحراف هو الهدف الاساسي ديال الجمعيات. كنتمناو ان طول العمر لهذا المهرجان. بقطاع التبريكس اليوم جيت سعيد ان نكون حاضر في هذا المهرجان، ورفعنا التحدي. التحدي هو انه انتمائنا للاحياء الشعبيه، لاننا راني ولد حي شعبي، والشعار التحدي هو من اجل الارتقاء بالاحياء الشعبيه. والمهرجان اليوم راه مهرجان الاحياء الشعبيه الدوره الثانيه اللي انطلق الاسبوع الماضي، وصادف ذكرتين اليوم اعزاز علينا كمغاربه، الذكرى ديال المسيره الخضراء والذكرى ديال الاستقلال. وبانطلاق هذه الاسبوع الماضي رحنا عملنا الرسوم الجداريات وصباغات الواجهات ديال المنازل في الشارع ديال محمد عواد، واليوم كذلك تم انطلاق صباغات الازقه بالدار الحمراء. واليوم كذلك حنا كنتواجدوا الان في هذا المهرجان وهذه المباريات ديال الكرويه، وكنتمنوا لهم التوفيق للشباب. وحنا راح نتمنوا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن كما وعدنا الساكنه، وان شاء الله نتوفقوا في هذه المهام ان شاء الله. وشكرا.